في ناس زي امبارح انا شفت فيديو غريب جدا، واحد بيتكلم مع محمد مجدي قفشه وهو طالع من المباراه وبيقول له المفروض كنت تشوطها بوش رجلك، فقفشه بيقول له ما تلعبش او ما تصورنيش فيديو، قال له طب انا هصورك فيديو هتعمل لي ايه؟ بيستفزه يعني. انا شايف كده، محدش يزعل مني، انا شايف كده، انا شايف ان انت بتستفز قفشه ليه؟ واحد خسران وكان هو اكيد بينه وبين نفسه شايف ان هو كان الجون فاضي، ساب الجون كله ونشف اللاعب اللي موجود، فهو اكيد قفشه شايف ان هو غلطان، فحضرتك بتستفزه بتقول لي طب وريني هتعمل ايه؟ ما هو ده برضو حاجه غريبه جدا، اسلوب غريب جدا الحقيقه. انا استغربته من اللي كان عامل الفيديو، انا ما اعرفش مين، لكن اللي كان عامل الفيديو ده لا، ومحمد مجدي قفشه تمالك اعصابه تماما، قال له لو سمحت ما تصورنيش فيديو، هو ما قالكش حاجه يعني، ما قالكش حاجه يعني. محمد مجدي قفشه واحد زعلان ومتضايق وفرقته مغلوبه، اطلع اقول له وريني هتعمل لي ايه؟ يعني ايه وريني هتعمل لي ايه؟ راجل بيقول لك لو سمحت ما تصورنيش فيديو او ما تصورنيش فيديو، وبيشاور لك بايده، فانت تعمل الموضوع ان انت طب وريني هتعمل لي ايه؟ وريني هتعمل لي ايه؟ مش فاهم يعني ايه وريني هتعمل لي ايه؟ ومن هذا زي الفيديو اللي موسيماني مسك فيه التليفون بتاع كهربا في موضوع كهربا. لكن هل ده معناه ان انا بقول ان مجدي قفشه مثلا او موسيماني او محمد الشناوي، وانا بتكلم مع حضراتكم بالاسماء اهو، لانه هذه الاسماء هي اللي الناس اتكلمت عليها، او جمهور الاهلي الذي له كل الحق. وبالمناسبه اللاعبين فاهمين الكلام ده كويس جدا، كل اللاعبين فاهمين الكلام اللي انا بتكلمه مع حضراتكم كويس جدا. الشناوي عارف ان هو يجب ان يتم انتقاده من جمهور الاهلي، من جمهور الاهلي مش من جمهور تاني، لان جمهور الاهلي بيحب الشناوي وبيعز الشناوي جدا، وعارف الشناوي كان له دور كبير جدا جدا في كل بطولات النادي الاهلي اللي خدها في الفتره اللي كان موجود فيها محمد الشناوي. نفس الكلام بالنسبه لمجدي قفشه، ولكن هناك بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيودينا او بيحاولوا يودونا في سكه بيسخنك على اللاعبين وبيسخنك على المدير الفني. والله انا شفت الكلام ده، معلش احنا هناك عندنا مختصين في السوشيال ميديا بهذا الامر، عارفين ان الاكونت ده جاي منين ومين اللي عامله، ومين عندنا الناس دي وبنحاول نوصل لهم عشان نعرف. فهناك بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيتكلموا في هذا الامر او عايزين يودوك لهذه السكه، ده يسخنك على افضل حاجه عندك النادي الاهلي ولاعبيه وجهازه الفني. ليه؟ لان انت عندك ماتش يوم الثلاث، خلي بالك، افتكروا هذا الكلام جيدا، عندنا مباراه يوم الثلاث القادم، الثلاث اللي جاي ده مباراه في الدوري العام المصري مع فاركو. هو اللي ما بيشجعش النادي الاهلي عايز ايه؟ عايزك خسرت من سان داونز، وعايزك تخسر من فاركو، وعايزك تخسر من بعد كده ومن المريخ يوم السبت. خلي بال حضراتكم من هذا الامر، مش عايزك تفوق